لحظات مع المطرب الشاب معطوب الوناس. لحظات مع الشاب معطوب الوناس، ماشي الشاب خالد، اعتبروه الشاب معطوب الوناس بصفته شابا في ذلك الوقت، يعني الجان. القصة الحقيقية لمرور معطوب الوناس في التلفزة الجزائرية ستتعرفون عليها اليوم من خلال هذا الفيديو، تابعوني حتى النهاية. الزوف لون الحباب المدكولي التفرج اخبار طيب. السلام عليكم احبابي، ان شاء الله راكم لاح. اخواني الكرام، اليوم اذكر لكم هذه الحادثة التي حدثت مع معطوب الوناس في التلفزة الجزائرية. هي في الحقيقة تسمعوا، نخليكم قبل ما نكمل تسمعوا الفيديو كما كان يغني في التلفزة الجزائرية وكما كيفاش قدموه إلى آخره. لكن اسمحوا لي في البداية أشكر كل المتابعين الأوفياء لقناتي والمتفهمين لقناة شيخ بوعلم وأفكار شيخ بوعلم. يسوي يعني الهدف من هذه القناة، وتحياتي لكم جميعا. نخليكم تسمعوا الفيديو او مقطع من الفيديو، ما قدرش ندير بزاف في الفيديو باسكو خاطرش كاين الحقوق تبع النشر الاخري. نسمعوكم كيفاش قدموا معطوب الوناس وكيفاش بدا يغني في التلفزه وكيفاش غنى الاغنيه، بعد نعاودو نوليو نهضروا على القصه هذه كيفاش صارت. لحظات مع المطرب الشاب معطوب الوناس. شنو غي فنانان ذي ربعة يسم غندني حب الخاطر معذورة دنينا يجلهان اذنثني غدي حيان بدغاس توصيل العمر. شنو غي فنانان ذي ربعة يسم غندني حب الخاطر معذورة دنينا يجلهان اذنثني غدي حيان بدغاس توصيل العمر. قبل ما نعطي لكم الجواب تاعو هو شخصيا على هذا الفيديو اللي راهو في التلفزيون، نخبركم فقط، نعلمكم باللي في راديو بير في فرنسا، العالم اظن 84 85 هكذاك، سقساوه قالوا له يا درا هل التلفزة الجزائرية الإذاعة والتلفزة الجزائرية في الوقت هذاك، هل الإذاعة والتلفزة الجزائرية اقترحوا عليك شيء يعني هكذا باش تروح تبان وتغني ولا كذا وكذا؟ قال لهم للأسف لا، للأسف لا، ما عرضوني ما عيطوا لي ما والو، أهملوني يعني أهملوه. وكمل قال لا شيء لا يعطي شيئا، يعني فقد الشيء لا يعطيه. مرة أخرى سؤال واحد آخر سقساه بالعتيرة ولا بالعتيرة ولا في قناة، هذا هو أيضا فنان وعنده حصص في الوقت هذاك في التلفزيون 98 على ما أظن. سقساه قالوا له سمعت باللي عيطوا لك من التلفزيون باش يديروا لك فيلم ولا تدير فيلم هكذا، تقبل؟ قال لهم الجواب تاعو معطوب، قال لا 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 ما نقبلش وما نديرش يا بالعيد، ما نقدرش وما ندير حتى حاجه معاهم يا بالعيد، خاطرش كي كنت بصحتي وبالقوه تاعي ما عيطوليش، والان مستحيل خاطرش الفيلم يتطلب لياقه جسديه وصحه وانا ما نقدرش ان نخدم درك معاهم، وراني واحد شوه رجلو كانت شويه فالاخر مع اللي صرات له مشاكل تاع اللي كيضربوه الجدر مية في مشلي صراو له بزاف مشاكل. قال له دوك ما نروحش ما نقبلش نروح وانا شغل معاق هكذا في رجلي.
سقساه سؤال لواحد اخر، قال له لو كان زعما يجي نهار وانت تاسس تلفزه جزائريه بالامازيغيه وتدير يعرضوا لك باش تروح تدير حفلات وتغني، والمبالغ هذه هذوك اللي تجمعوا من يعني القاعه وتغني وفي التلفزيون تدفعها للامازيغيه تقبل؟ قال لهم طبعا بيان سور، طبعا بصح مع هذو اللي راهم دركا مستحيل نقبل ندير معهم حاجة. نروح الآن للسؤال الهام حول هذا الفيديو يعني اللي غنى فيه في التلفزة الجزائرية. بالعيد يقول له في السؤال تحس واحد أخرى، يا معطوب يا لو الناس، واحد المرة واحد الخطرة كنا قاعدين هكذا حتى شفناك جست في التلفزيون، وقيلا درت حفلة في تيزيوزو ولا وين درتو جست في التلفزيون، كيفاش يعني؟ يجاوبو معطوب يقول له يا بلعيد، في الموني في 1976 ولا 1977 في قاعة الأطلس، الحفل في ذاك الوقت كان برمجوه وأعده لا دي ان سي، واللي عرضني للحفل هذاك في قاعة الأطلس هو مدير التلفزة الوطنية الجزائرية تينا تلفزيون ناسيونال الجيريان، هو اللي عرضني، اسمه يعني سعيد بن سلمى، سعيد بن سلمى هو المدير تاع التلفزيون الوقت هذاك، عرضني قال لي روح تشارك. وهما فيلموني في الحقيقة، فيلموني فيلموا الحفل كامل، وانا ما على باليش بلي راهم يفيلميو، راني شافي مليح مليح بلي داك النهار في القاعة الجمهور ماشي جمهوري انايا، ماشي الناس اللي موفين يسمعوني، اللي يغنيو بالعربية اكثر من اللي يغنيو بالقبيلية، بداو يقولوا شغل يعني ما عجبهمش الحال، وانا قلك وانايا صممت وكملت ما كملت الحق بديهم درجة مع المطرب الشاب معطوب الونان. يكمل يقول بعد 4 أو 5 سنوات جوزوها هاد شنوغي فنانان دي ربعة يسمى دني يحوش الخطر مع بورة دنينا يجلهان إذن اثني غد يحيان بدغاس تغطي العمر شنو غي فنانان في أربعة يسن من اثني يحب الخبر مع بورة دنينا يجلهان إذن اثني غد يحيان بدغاس تغطي العمر قادرين على كلش. هذه هي حقيقة إخوان كرام هذا الفيديو والكذب واللعب بأخبار المرحوم معطوب الهنس، ما كاش منها، هو ما قبلش فيلمي وهما ما يقدرش يقول كلمة يهدر كما يحب واسمه ترحموا عليه. الله يرحمك يا معطوب الهنس، مثل حبيب ارتفوث.